ومن مشروع دولة في جنوب سرى ننتقل إلى مشروع تطوير وصيانة شارع الغوص الممتد من الدائر السابع الواصل إلى منطقة الفهيل والأحمدي، اللي يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة اللي تقوم فيها طبعا وزارة الأشغال العامة. زميلتي أماني بالضبط عيد، وحول هذا الموضوع راح ننتقل وياكم مشاهدينا عبر البث المباشر وزميلنا نجيب القحطاني المتواجد حاليا بموقع المشروع. مساك الله بالخير نجيب. شكرا زميلتي أمانة، أمس عليك بالخير ومس على الزميل عيد وأسرة هذا البرنامج. مثل ما تفضلت، وحنا فعلا اليوم موجودين في مشروع تطوير وصيانة شارع الغوص من الدائر السابع وحتى إلى الفعيل والأحمدي. هذا الطريق يمتد يعني مسافة كبيرة جدا من جنوب الصباحية حتى شارع الغوص، لكن راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس خويلد المطيري، مهندس اختصاصي بالهيئة العامة للطرق والنقل البري. مهندس مساك الله بالخير ويعطيك العافية. احنا في المرحلة الأولى طلعنا معك من جنوب الصباحية، لكن احنا اليوم نطلع من هذا الجسر اللي قاعد الان قيد الانشاء اللي بين جابر العلي والرقه وهديه والعقيله. يا هلا حياكم الله ويا مرحبا فيكم. حاليا احنا موجودين في الجسر الواقع في تقاطع الرقه وهديه وجابر العلي والعقيله. هذا الجسر اللي راح يخدم المناطق المجاوره لهذا الجسر. خلينا نتكلم عن هذا الجسر، يعني هذا الجسر يربط بين اربع مناطق، يربط بين محافظتين، كذلك ان نعرف عدد الجسور، عدد التقاطعات في هذا المشروع. هذا المشروع يخدم بشكل كبير المناطق الجنوبية، يحتوي على ثلاث جسور علوية ودوار أسفل كل جسر، زائد خمس دوارات إعادة تأهيل وتطوير بالكامل. يعني هذا الجسر اللي احنا فيه حاليا موجود راح يكون تحت الدوار، بالإضافة إلى كذلك أن جسور مشاة موجودة فيه على هذا الطريق. نعم، هذا التقاطع يوجد فيه دوار سفلي وبالإضافة إلى جسر علوي لتقليل كثافة المرورية اللي حاصلة في هذا الموقع. في السابق كانت توجد إشارة مرورية، قمنا باستبدالها في جسور علوية. أيضا على امتداد هذا المشروع يوجد ثلاث جسور مشاة لانتقال المارة من جانب إلى الجانب الآخر، خصوصا أنه خط سريع يعني، فلا بد من وجود جسور مشاة. خلنا نعطي فكرة أكثر وأكثر حق يعني سكان هذه المناطق اللي موجودة، خلنا نقول في منطقة محافظة الأحمدي، حتى نعطيهم امتداد هذا الجسر، التقاطعات هذا الجسر، الموقع هذا الجسر، المشاكل اللي تواجهكم، المعوقات اللي واجهتوها وتغلبتوا عليها. كثير من المشاكل. أول هذه المشاكل إحنا لابد أن إذا بنعمل على الطريق الدائم لابد من عمل تحويلات مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. الناس قاعدة تتضايق من التحويلات المرورية، لكن إحنا قدر الاستطاعة قاعدين نحاول أن نخليها بانسيابية أكثر. وجود الخدمات، ترحيل الخدمات، شبكات خطوط الهاتف، أشياء كثيرة موجودة في الخدمات في البنية التحتية نضطر أن نهتم فيها ونرحلها بحيث أن نقدر نشتغل على الطريق الدائم. نسبة الإنجاز في هذا المشروع حاليا تقريبا النسبة 22%، وإن شاء الله البنية التحتية هي العائق الكبير من نتخلص من البنية التحتية، لأن الناس تشوف اللي فوق الأرض ما تشوف اللي تحت الأرض. فمن نقوم في الأعمال ما فوق الأرض مثل الجسور الحالية اللي يشوفونها الناس تبدأ تتسارع وتيرة الإنجاز. مهندس، لو نتكلم عن تعاون المواطنين، هذا الجسر وهذا المشروع يمر على يعني عدد كبير من سكان المنطقة، فحتى نتكلم عن تعاون المواطنين مع هذا المشروع. والله أول شيء احنا نشكرهم ومتأسفين لهم حيل على الإزعاج اللي قاعد نسببه لهم، لكن التعاون والله بشكل كبير. يعني في ناس يعني نضطر أن ناخذ من الارتدادات المواطنين مظلاتهم، يعني جدا تعاون كبير في هذا المشروع، يعني خاصة أن الطرق البديلة قاعد تدخل داخل المناطق، فالناس جدا متعاونة ونشكرهم على تعاونهم. نتكلم عن هذا المشروع، بعده في مشروع آخر اللي هو راح يمتد إلى شارع الغوص. أنت هذا الجسر اللي موجود تقريبا ثلاث جسور مع الدوارات، لكن راح يمتد إلى شارع الغوص. إيه نعم، هو في ثلاث جسور وطبعا استكمال الأعمال الأسفلت إلى جابر العلي، فهو المشروع من الدائر السابع، من تقاطع الدائر السابع إلى الفحيل والأحمدي 212، فيتخلل أعمال أسفلتية وجسور، فهذه الأعمال الأسفلتية راح تستكمل ما بعد الجسور إن شاء الله.
يعطيك العافية المهندس خويلد المطيري، مهندس اختصاصي بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، عساك على القوة. مشاهدي الكرام، كنا معك في هذا النقل الحي المباشر من محافظة الحميدية وبالتحديد بين منطقة هدية، جابر العلي، العقيل، الرقة. راح نرجع للزملاء لتكملة فقرات برنامج مساء الخير. لكم الهواء، تفضلوا.